طبعا يا جماعة والله العظيم لو قلت 1000 رسالة يعني عبا كاذب، وناس كتير اهو يعني بعتالي اهو. قصف الجبهة، أنت تظن أن هذا هو جمهور النادي الأهلي؟ شفت بقى كله بحلق. أنت تظن، أسمعك تاني، أسمعك، دي قصف الجبهة، ده ختام اللايف التاريخي. بص، تظن أن هذا مين؟ جمهور الأهلي. تخيل، ده مدرج بيراميدز، مدرج بيراميدز قبضوا واتغدوا وطلعوا أهلوية. قصف جبهة من الهلال الصغير، وعلم بيراميدز أهو. ينفع يا هرم، يعني ياخدوك رايح جاي 4-2 وفي الاخر يضحكوا عليك وياخدوا فلوسك يا هرم، ويروحوا يقعدوا يتغدوا ولابسين تيشيرتاتك واعلامك، وفي الاخر يطلع بيقولوا جمهوره ده حماه وعمري ما احب غير الاهلي دايما معاه، والاخر ده كلام يا هرم. بصراحه يا جماعه دي قصف جبهة من العيار الثقيل، لازم استمتع بها تاني. خلعوا بدري، والهرم كان الأونطة. مبروك للأهلي.